ده هبوط ايه؟ الهبوط بتاع الحمام ده لازم ابقى واخد بالي منه اثناء الصب وفي الحديد. ان انا عندي الحديد بتاعي ده لو سقف فلات يبقى من تحت مفيهوش مشاكل، يعني في النجاره ما مش هغير فيه حاجه. لو ده سقف فلات في النجاره من تحت مش هغير فيه، مفيش حاجه فيها هتتغير. لكن لو ده سقف سوليد يبقى هلاقي ان في فرق منسوب ما بين السقف ده وما بين السقف ده بالنسبه للتطبيق. بالنسبه بقى للحديد، لو هو سقف فلات الحديد السفلي مفيهوش حاجه، لكن الحديد العلوي زي ما اتكلمنا قبل كده ان في كرفطه المفروض تحصل. تمام. طيب هنا في الجزء اللي موجود ده هيجي يعمل الهبوط. المفروض ان انا بروح اعمل علبه خشب، بجيب علبه خشب هنا احوطها علشان لما اجي ايه اصب اعمل فرق منسوب في الصب. هنا ده ما عملش علبه خشب، هو هنا عمل ايه؟ خده صيحه كده على المال، مش ما هياش كارثه، مش مشكله. تمام. بس وهو شغال يعرف يظبط ايده عشان يخلي في فرق منسوب صب هنا وفرق منسوب صب هنا. تمام. النقطه هنا في الاصل، هنا في الاصل المفروض يتعمل جنب خشب علبه، خشب تتحط ينزل بالظبط.